ورجعنا لكم مرة تانية وفقرة الوصفات الطبيعية. النهاردة بقى هنهتم يعني بجزء لا يتجزأ كده من جسم المرأة، هو حاجة مهمة جدا وهي الإيدين. يمكن الستات اللي دايما بيكونوا واقفين في المطبخ طول النهار أو بيغسلوا المواعين أو إيديهم يا حرام طول النهار في المية بيكونوا بيعانوا من تشقق في الإيدين، إيديهم بتكون دايما خشنة، بيكون شكلها فيها إسمرار. فإحنا النهاردة هنحل كل المشكلة دي بخطوات بسيطة جدا، وطبعا كلها من المطبخ. يعني حضرتك بعد ما تخلصي شغل المطبخ قبل كده ما تطلعي من المطبخ هتعملي اللي احنا هنعمله ده النهارده، هتبقى ايديكي يعني زي الفل وما فيهاش اي مشكله. النهارده هنعمل روتين كامل للعنايه بالايدين، ممكن تعمليه كل يوم، ممكن تعمليه مرتين في الاسبوع، ممكن تعمليه مره في الاسبوع، على حسب طبعا ما انت تحبي. طيب هنعمل ده على خطوات. اول خطوه وهي اهم خطوه وهي السكراب. السكراب دايما احنا عارفين ان هو سواء للوش او للجسم او للايدين او للبشره، احنا بنشيل بيه اول حاجه خلايا الجلد الميته علشان بقى نبدا ايه نعمل الماسكات الحلوه وناخد منها النتيجه الحلوه. طيب السكراب بتاعنا النهارده بتاع الايدين احنا هنعمله بابسط حاجه، ملح وزيت زيتون او مشوي قهوه ومعاها نفس زيت الزيتون. عندنا قهوه هنشتغل بالقهوه وزيت الزيتون، عندنا ملح هنشتغل بالملح وزيت الزيتون. طيب انا دلوقتي هشتغل بالملح وزيت الزيتون عشان طبعا القهوه يعني ايه هتبهدل معايا الدنيا. فهنعمل ايه في الكلام ده؟ هناخد بوله كده حلوه كبيره عشان هنحط عليها ايدينا، هناخد معلقتين من ملح، الملح العادي جدا ملح الاكل، وهناخد عليهم معلقتين او ثلاثه زيت زيتون لحد ما نقلبه ويبقى معانا زي ايه؟ زي العجينه كده. تمام كده؟ ده السكراب بتاع الايدين اللي احنا عملناه النهارده، مش عايزين نستخدم الملح، هنستخدم القهوه زي ما قلنا. تمام كده؟ هنعمل ايه بقى بالسكراب ده؟ احنا دلوقتي خلصنا شغل المطبخ. قبل ما نطلع بقى جبنا الملح وزيت الزيتون، هنحط الكلام ده على كف الايد وهندعك بقى بيه، نفرك كده بحركات دائرية الإيد كلها. تمام كده؟ ومعانا عقل الصوابع طبعا علشان إحنا مش عايزين حتة تبقى لون ولون. الفرق في المنطقة دي بيكون كده هو بحركات دائرية. أي منطقة أنا بستخدم فيها سكراب بيكون السكراب بالشكل ده. تمام؟ الملح طبعا هنا وظيفته معايا إن هو هيشيل لي كل طبقة الجلد الميت اللي في إيدي. تمام؟ زيت الزيتون الترطيب بتاعه عالي جدا وبيساعدني طبعا في موضوع السكراب في ازاله الجلد الميت. طيب احنا خلصنا اول خطوه وهي السكراب، تمام؟ هننضف بقى ايدينا طبعا دي بالميه، احنا هنا بس يعني ايه نسينا الميه، فاحنا محتاجين الخطوه اللي بعد كده الميه. تمام؟ طيب نضفنا ايدينا كويس جدا وبهدلنا الدنيا. خلصنا أول خطوة وهي سكراب الإيد، وبعدها نضفنا إيدينا كويس جدا من السكراب. تمام كده؟ طيب هنعمل تاني خطوة معانا إيه؟ تاني خطوة معانا هي بقى إيه؟ الليمون. الليمون هنا يعني أنا كنت محتاجاه أكتر الليمونة كاملة، مش محتاجاه كده معصور، أنا محتاجة الليمونة، ولكن يعني هنا هو معانا معصور فتمام، أوكي مفيش مشكلة. هنعمل إيه بقى؟ هناخد المفروض دي نص الليمونه، يعني احنا هنقطع كده الليمونه وناخد نص الليمونه. هنمشي بنص الليمونه على ايدينا بحركات دائريه، الكلام ده هنعمله بنص الليمونه اللي احنا قطعناها. عصرنا الليمون مفيش اي مشكله، هناخد الليمون في ايدينا وهنمشي بيه بحركات دائريه بعد طبعا السكراب. الليمون هنا بيفتح معايا البشره جدا 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 فوق ما تتخيلوا يعني. تمام؟ طيب حطينا الليمون، بعد ما حطينا الليمون بقى هنعمل ايه؟ ادي الليمون خلاص بقى على ايدينا، هنجيب بيكربونات الصوديوم، هنمسك البيكربونات دي وهنحطها على ايدينا كلها على الليمون. لو في ناس بقى بشرتها حساسه من الليمون بلاش خطوه الليمون علشان البشره ما تتحسسش اكتر، كل واحد طبعا بيبقى عارف نوع بشرته ايه، فلو احنا بشرتنا بتتحسس من الليمون بلاش خالص ليمون. احنا هنا حطينا البيكربونات الصوديوم على ايدينا، تمام، فوق الليمون. هنعمل ايه؟ هنسيبه شويه، بعد ما سيبناه شويه هنعمل برده كده
بحركات دائرية، شلنا كل الليمون اللي احنا حاطينه بالبيكربونات الصوديوم. تمام كده؟ طيب خلصنا. تاني خطوة معانا وهي الليمون وبيكربونات الصوديوم، واتفقنا ان لو حد بشرته حساسة مش بيستحمل الليمون او الليمون بيعمل للبشرة عنده التهابات، هنشيل خالص خطوة الليمون دي، مش هنعملها نهائي. طيب بعد كده بقى عملنا ايه؟ جبنا مية الورد. تمام، احنا خلصنا ايه كل الكلام ده، وايه يعني بهدلنا بيه الدنيا على قد ما قدرنا. طبعا كل الكلام ده في المطبخ علشان ايه محدش يزعل مننا. تمام، طيب جبنا بقى ايه تالت خطوة معانا، وهي مية الورد. مية الورد دي المفروض بقى ان احنا بنلطف بقى بيها البشرة خالص بعد كل اللي احنا عملناه ده. تمام، فمية الورد هنا ضروري جدا جدا بعد اللي احنا عملناه. يمكن انا من الناس شوية اللي بشرتي يعني بتلتهب من الليمون، فايه اوكي خلاص كده احنا كده استخدمنا مية الورد في الخطوة الثالثة معانا، علشان نرطب بيها اولا البشرة، ثانيا نهدي الايد مكان السكراب اللي احنا عملناه، لان طبعا السكراب ده احنا بنشيل بيه طبقه الجلد الميته كلها. فاحنا كده خلصنا السكراب والخطوه الثانيه بتاعه البشره. طيب اخر خطوه معانا بقى، ودي اهم حاجه بعد اللي احنا عملناه كله، وهي خطوه الترطيب. عندي كريم مرطب حلو جدا للايد هستخدمه هنا، وهتبقى الدنيا معايا زي الفل. طبعا نعومه يعني مش قادره اقول لكم، ما عنديش كريم مرطب، زيت جوز الهند نقطه، هي يعني مش اكتر من نقطه زيت جوز هند هستخدمها هنا كمرطب طبيعي لإيدي. خلصنا كده الروتين الكامل للعناية بالإيدين، جربوه وبعتولي كل الفيدباك بتاعتهم، وبعتولنا كمان كل الحاجات اللي انتم محتاجين نعملها في الوصفات الطبيعية وفقرة الوصفات، علشان دايما نرضي حضراتكم ونكون مكفيين جميع الأذواق معانا. خلصت فقرة الوصفات النهاردة، هنطلع مع بعض فاصل ونرجع نكمل بقية فقراتنا النهاردة من عيادتنا.